الاستمتاع في البحر والنظر لطلاطم الأمواج شيء يعتبر من الخيال. خليكم معي. نبدأ عرضنا يا جماعة الخير لهذا اليوم من البلكونة بهذا الإطلالة الرائعة الخيالية، إطلالة ولا في الخيال، في مجمع سكني متكامل خدمات. المجمع عبارة عن شقق في بنايات بالإضافة إلى الفلل. العرض اللي بنصوره شقة جاية مميزة ركنية بالإضافة إلى دور مرتفع، يعني يعطينا إطلالة بانورامية على البحر، وعندنا طبيعة بالجوار، وعندنا إطلالة الفلل أيضا. شيء رائع وخرافي. نتواجد الآن في بلكونة الشقة الرئيسية، بلكونة مميزة، مساحتها كبيرة، حتى الدربزين زجاج زي ما تشايفين، بالإضافة إلى الزجاج الشرايح. مساحة البلكونة مميزة، جاية مترين في تقريبا 6 أمتار. أجهزة الوحدات التكييف راح يكون في هذا المكان مقفلة، ونقدر نحط بارتيشن ونقفلها، فيدينا مساحة أكبر للبلكونة. تعال مع بعض نتوجه إلى الصالة ونشرح باقي تفاصيل الشقة. صالة الشقة إطلالتها أيضا زي البلكونة، إطلالة بانورامية على البحر وعلى المجمع، واجهة زجاجية بالكامل. التدفئة مركزية عن طريق الفحم. مساحة الصالة ما شاء الله تبارك الله جاية مستطيلة الشكل، أرضيتها باركيه، لون جميل جدا، ديكورات سقفية، واجهة زجاجية بالكامل زي ما تشايفين، يدينا إطلالة ولا أروع على البحر. في مخرج أو منطقة خاصة بمنطقة السفرة من جهة الصالة، منطقة مفتوحة منطقة السفرة في هذا المكان، وفي مخرج من المطبخ للبلكونة. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، وفي غرفة إضافية آخر. حاطين هنا جزيرة، منطقة الفرن والشفاط، شيء جميل أيضا. التواليب المطبخ جاي على شكل L، نوعيتها والكوالتي ممتاز. أماكن الأجهزة الكهربائية زي ما أنتم شايفين موجودة. مساحة المطبخ جيدة تعتبر ممتازة. نطلع من المطبخ تتوجه إلى باقي الغرف. شرحنا مع بعض البلكونة والإطلالة، بعدين توجهنا للصالة والمطبخ. حاليا أنا على مدخل الشقة، دخلت الشقة من هنا، منطقة الكوريدور أو نقول مدخل الشقة من هنا. في منطقة هنا صاحبها قلبها، هي كانت دورة مياه أتوقع، وقلبها منطقة ستور، منطقة خاصة بالغسيل، وفي مكان خاص أيضا بالهيتر السخان، نقدر نستخدمها زي ما هي أو
لنا حرية الاختيار نقلبها دورة مياه إذا احتجنا لهذا الشيء. تعالوا نشوف تفاصيل باقي الغرف. نكمل تفاصيل الشقة. زي ما شايفين هنا موجود باب. الباب هذا يكون فاصل بين الغرف والصالة. يعني منطقة فاصلة بهذا الشيء. تفاصيل الغرف جاية من هنا مع دورة مياه اللي يخص أو اللي يخدم الشقة ككل. دورة مياه مساحة كبيرة. مروش كلوزيت بالإضافة إلى المغسلة. دورة مياه متكاملة ومساحة جيدة. الأدوات الصحية المستخدمة نوعية جيدة وممتازة. الكوريدور أرضياتها سيراميك باللون الأسود، وعندنا ديكورات السقفية أيضا بسبوت لايتات وإنارات ليد مخفية. شقة مميزة بإطلالة مميزة في مجمع راقي وفخم. يمينا على طول عندنا غرفة الماستر. غرفة الماستر مساحتها ممتازة وتفصيلها جاي بتفصيل جيد. نقدر نحط السرير في هذا الشكل أو في هذا المكان، لنا حرية الاختيار كمساحة ممتازة لتوزيع تفاصيل غرفة النوم. في دورة مياه خاصة، غرفة النوم الرئيسية حاطين باب زجاجي. الباب الزجاجي ممتاز، يعني يعتبر جيد. مساحة دورة المياه تبع غرفة النوم الرئيسية كويسة. مروش مع مغسلة بالإضافة إلى الكلوزت. وإطلالة غرفة النوم جاي إطلالة جانبية زي ما شرحت في بداية الفيديو، أن الشقة جاية ركنية فيعطينا خصوصية أكثر بهذا الشكل. بعد ما شرحنا غرفة النوم الرئيسية الماستر، نتوجه نشوف الغرفتين الباقية. ما أنسى أنه الشقة في الدور الرابع مساحتها 180 متر مربع، ثلاث غرف صالة. تعالوا نشوف الغرفة الثانية. الغرفة هذه تعتبر رقم 2 في توزيع الغرف. أيضا إطلالتها جاية إطلالة جانبية. وحاجة كويسة أنه في كل الشبابيك موجود الشبك تبع البعوض، وهذه الإطلالة الرائعة جدا، إطلالة الغرف، غرفة النوم مع الغرفة الثانية والغرفة الثالثة الأخيرة. شرحنا الغرفة الثانية، تعالوا نشوف الغرفة الأخيرة اللي قلنا إنها غرفة مشتركة بين قصدي البلكونة مشتركة بهذه الغرفة والصالة والمطبخ. الغرفة الثالثة والأخيرة زي ما قلت إطلالتها الجانبية على الطبيعة وعلى البحر، وإطلالة أمامية مخرج البلكونة بالإضافة إلى إطلالة البحر. تقريبا ثلاث غرف وصالة. الصالة وغرفتين موجود فيه تمديدات، التكييف موجودة، والمخرج اللي لهذه الغرفة مخرج للبلكونة. استمتعوا بهذه الإطلالة الرائعة من بلكونة الشقة. بعد ما استمتعنا بالإطلالة وشفنا تفاصيل عرضنا لهذا اليوم، أرجو يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والرسائل تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب برج العقارية. وكملوا الإطلالة الرائعة.